في إطار المساعي والإجراءات الخاصة بتخفيف المحفظة، انطلقنا هذا اليوم في توزيع النسخة الثانية من الكتاب المدرسي والخاصة بتلاميذ السنة الثالثة الرابعة والخامسة ابتدائي. هذه النسخة اللي رايحة تخفف من معاناة التلاميذ من ثقل المحفظة، وين رايح يحتفظ بهذه النسخة تحت عنوان كتابي داخل القسم، أين وفرت لها كل الضروريات للاحتفاظ بها، غير قابلة لإخراجها من القسم، غير قابلة للتنازل، غير قابلة للبيع.